خلف الكواليس. سيداتي آنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت أوقاتك. ننتظر هذا النزال، هذه المعركة الكبيرة بين الهلاليين والنصراويين اللي امتدت من سنوات طويلة. الليل عبد الحميد من الأول مر، من الثاني مر، من الثالث يحاول، هذه كرة خطيرة للحمدان هلالية على حدود منطقة الجزاء. نيفيز على اليسار، الدقائق الأولى، الديربي لا ينتظر، طويلة خطيرة وسبينا، الأمان كله دافيد الهلال. نيفيز صغير تجلى عبرو على اليسار، هذه كرة باتجاهي شهراني، سالم على حدود المنطقة، سالم تسديدة خطيرة وكرة يا إلهي، لقطة ولا أروع، كم كانت جميلة كرة سالم الدوسي الثانية، بعيدة من ميشائيل، بعيدة جدا من ميشائيل، التألق من داخل. روبن مرة أخرى ضغط عالي، يفتك الكرة، أوتافيو مع بروزوفيتش، أوتافيو ترك الكرة نحو كريستيانو، تسديدة لكنها سهلة في يد ياسين بونو، سهلة في يد بونو. فضل رونالدو أن يقدم ردة فعل، تحية كرة، 10 أهداف سجلها سالم الدوسري في هذا الديربي، طويلة الكرة بعيدة على رونالدو، يصل رونالدو الكرة، لا يوجد تسلل في هذه اللقطات، كرة باتجاه كريستيانو خطيرة والتسديدة لكنها مرت جانبية في منتهى الروعة. رونالدو كان الهدف الأول، الكرة من جانب المدافع على أيسر، طويلة رأسية لمن؟ الحمدان انتظار، خطيرة الكرة يا إلهي، الله 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 على كورة، على لعبة ولا أروع. شوف البلاي أوسبينا، دافيد أوسبينا خلص هدف وحقق لمصاعة البلايه، وصل بروعة كبيرة في اللقطة الماضية. يا له يا لها من كورة، يا له من تألق، يا له من حارس، تصدي رائع. ثنائي خط الوسط المطالب بالكثير في هذه المباراة، كرة طويلة، محاولة خطيرة، فرصة باتجاه رونالدو وكرة ضاعت يا إلهي. هل كان في تسلل على كريستيانو؟ هو نفسه يستغرب، هو نفسه يستغرب اللقطة الماضية، هل كان في تسلل على صاروخ ماديرا في اللقطة؟ أوتافيو محاولة مرور تحت ضغط عالي من جانب كوليبالي في المساحة، يلعب كرة باتجاه بروزوفيتش خطيرة لكريستيانو، تسديدة يا إلهي، لقطة خطيرة لكنه تسلل آخر، تسلل آخر على كريستيانو بعد تمريرة في منتهى الخطورة من جانب بروزوفيتش، وبعد ذلك رونالدو كان في مكان التسلل في قرار الحكم المساعد بعد تألق أيضا من جانب الكرات. الهلال يمنع من الوصول إلى مناطقه، سلطان غنام بلمسة، ساديو حلوة 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 على اليمين، جميلة من أوتافيو، ساديو ماني وكوليبالي، وكوليبالي الإشارة حمراء عند كوليبالي، ممنوع المرور، ممنوع. هو كريستيانو رونالدو، هذه كرة باتجاه صاروخ ماديرا على جهة اليمين، من في المساندة؟ انتظار مساندة أكبر من جانب ساديو ماني، رونالدو حافظ على كرة تسديدة لكنها مرت بعد ذلك وانتهت خطورتها إلى ضربة مرمى. كنت أتكلم على العديد من اللاعبين البرتغاليين في هذه المباراة، ولكن أيضا المدرسة البرتغالية هي الأنجح في هذه البطولة بالذات، 6 برتغاليين توجوا بهذا اللقب وبهذه البطولة، 6 مدربين برتغاليين من بينهم بالتأكيد المدرب الحاضر في هذه المباراة. نيفيز وساديو، أوتافيو مرة، أوتافيو عدى، أوتافيو يبحث عن التمريرة، تغطية، تدخل خطأ، وبعد ذلك إنذار، بطاقة صفراء لسالم الدوسري، المرتدة اللي قادها أوتافيو بروعة كبيرة، ولكن العودة في هذه الأثناء بجانب سالم والتدخل في هذه اللقطة، وبالتالي حصول على أول بطاقة صفراء في هذا الديربي بعد أن تدخل في هذه اللقطة أمام أوتافيو. تدخل من جانب سالم، لكن أوتافيو بارع في المساحات، لاعب بارع جدا عندما تكون الكرة عنده ولديه مساحة كبيرة، قدرة هائلة على نقل الكرة بشكل رائع، على التفكير بشكل سليم، وعلى خطأ في هذه اللقطة ضد أوتافيو الهويش ضمن القائمة الأولية لحكام كأس العالم 2026. طبعا لاعبي الفريقين يحبون دائما التأثير على الحكام في أي مكان في العالم.
تصل الى روبن نيفيز، تحرك بجانب ميشيل، خطير الكره ومالكو بتسديده، لكنها مرت. يا الله يا لها من لعبه في منتهى الروعه. نيفيز يا جماعه، نيفيز الخطر ياتي من الخلف دائما من التمريرات الطوليه الرائعه. نيفيز في منتهى الروعه باتجاه ميشيل، مهاجم اخر للامام باتجاه كريستيانو. كوليبالي تغطية أولى، نيفيز بالعودة إلى ياسين، ضغط بجانبية ساديو ماني، بونو في التغطية، سعود عبد الحميد يلعب الكرة الطويلة صعبة على ميشيل، الكرة إلى رمية جانبية. ولكن حتى في مباراة الديربي بغض النظر عن الفريق الأجهز في الديربي دائما شيء مهم. هذه خطيرة وكرة لأوتافيو، أوتافيو لكن فيها تسلل على أوتافيو، فيها تسلل على أوتافيو، الحكم المساعد أشار إلى ذلك. يا إلهي يا لها من لقطة خطيرة وفرصة نصروية قريبة وهدف سجل النصر. يحتج على إلغائه أوتافيو ولا يرضى بقراره رونالدو، ولكن الحكم المساعد أشار إلى وجود حالة تسلل في اللقطة الماضية على الجناح أو النجم البرتغالي، نجم خط الوسط أوتافيو. راح نشوف الإعادة بين ساديو ماني وبعد ذلك التمريرة اللي كانت باتجاه أوتافيو لرونالدو، وبعد ذلك سجل من خلالها أوتافيو. هل تداخل كريستيانو في اللعبة ولمس الكرة وبالتالي تسلل في اللقطة الماضية، أم لا يوجد شيء على رونالدو ووصل أوتافيو إلى الهدف؟ وبالتالي سنذهب إلى لقطة الفيديو، سنشاهد وإياكم قرار حكم المباراة ما إذا كان فيه تسلل على أوتافيو في هذه اللقطة، طبعا على رونالدو بالأخص وليس على أوتافيو. الحكم يشير إلى وجود تسلل بالفعل في هذه اللقطة على الهجوم النصراوي، وبالتالي يلغى الهدف في اللحظات الأخيرة قبل نهاية الشوط الأول من أحداث هنا. اللقطة اللي كانت من جانب ساديو ماني والهدف اللي تم إلغاء بوجود تسلل على كريستيانو رونالدو في هذه اللقطة اللي كان متداخل في اللعبة في قرار حكم المساعد، وبالتالي تم إلغاء هدف أوتافيو بعد ذلك قبل لحظات من نهاية الأول. كرة عرضية تبعد من جانب سافيتش لتتحول بعد ذلك إلى رمية جانبية لمساتي أليكس تيليس. رونالدو على أرضية الملعب بالسلامة إن شاء الله. كريستيانو ستة ألقاب سوبر لصاروخي ماديرا، سبورتينج فاز بالسوبر معه مرة واحدة، مرة مع مان يونايتد، مرتين مع ريال مدريد، ومرتين مع يوفنتوس. صراع مع الحمدان بين شد وجذ بين اللاعبين، حاولت هنا مرتدة ثم بعد ذلك مالكوم ذكية، محاولة خطيرة على جهة اليسار، صراع بين الأجامي وسالم، سالم والأجامي، سالم والأجامي، سالم والأجامي، تدخل وبعد ذلك إنذار، إنذار على الأجامي، إنذار على الأجامي بعد اندفاع بتهور في قرار حكم المباراة، وبعد ذلك حكم اللقاء أشار إلى وجود خطأ. دائما أوتافيو في المكان المثالي، الكرة باتجاه بروزو، يحاول البحث عن أوتافيو، سلطان في الانتظار، أوتافيو كرة عرضية خطيرة بالرأس وكرة، يا إلهي أي كرة، أي فرصة جميلة يا أوتافيو، جميلة يا أوتافيو، لعبة رائعة من أوتافيو، كان في انتظارها الغنام ولكنه لم يستغلها، فرصة كانت في منتهى الخطورة لمصاعة النصر لم تستغل، يكاد أن يجن جيسوس على لقطة أخيرة. الكرة ضاعت بجانب ساديو ماني، أقرب إلى سيرجي، سافيتش، 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 سافيتش مرة بكرة جميلة خطيرة وتسديدة، يا عيني على المتعة، يا عيني على الزعيم، متعة كروية هلالية. سيرجي يا جماعة، سيرجي قال لها توقفي فتوقفت، لمسها، مررها، غمسها، حمسها، حطها بروعة للتورنيدو. في مثل هذه الأماكن لا يضيع، في مثل هذه المباريات يبدع، في مثل هذه المواعيد لا يتأخر التورنيدو. بعودة النصر
محاولة من جانبي كريستيانو، تركب وانتظار، هل يفعلها صاروخي موديرا مع هذه اللقطات؟ صاروخي موديرا قوية وبعيدة جدا من جانب رونالدو، بعيدة جدا يا رونالدو، وفي الأخير تحولت خطورتها إلى ضربة مرمى للحارس ياسيبونو. لن ينتظر لويس كاسترو، سيستدعي عبد الرحمن غريب على ما أظن في الدقائق القادمة. عودة النصر، محاولة من جانبي كريستيانو، تركب وانتظار، هل يفعلها صاروخي موديرا مع هذه اللقطات؟ صاروخي موديرا قوية وين؟ بعيدة جدا من جانب رونالدو، بعيدة جدا يا رونالدو، وفي الأخير تحولت خطورتها إلى ضربة مرمى للحارس ياسيبونو. لن ينتظر لويس كاسترو، سيستدعي عبد الرحمن غريب على ما أظن في الدقائق القادمة. لن ينتظر، سيبحث دائما عن العودة في هذه المباراة، لذلك سيبتز سعود عبد الحميد. لمسة وتمريرة باتجاه مالكوم، قوية من مالكوم، خطيرة في القائم، لكن التغطية بالخطأ من كوليبالي ساعدها أوتافيو، يحاول في اليسار، يحافظ على الكرة، عرضية خطيرة، رونالدو، فرصة، يا إلهي، لقطة خطيرة لكنها ضاعت لرونالدو، لكنها ضاعت يا كريستيانو. بروعة إلى سيرجي، سافيتش بروعة لسالم في اليسار، سالم في التمويل، سالم في التمرير، الحمدان مر وكرة، يا إلهي، أي لعبة يا هلال، أقدم في النصر أي أداء مقنع. الكرة إلى مالكوم، ثم سالم، ثم نيفيز، لمسات في وسط الميدان، محاولة على جهة اليمين، تصل إلى ميشيل، محاولة بكرة عرضية خطيرة لمالكوم بالرأس، والثاني، الثاني للزعيم مالكوم، 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 جولاث يا مالكوم، الهدف الهلالي الثاني عن طريق مالكوم، كانت توحي بذلك، كانت توحي بذلك هذه الدقائق أن الهلال قادر على أن يسجل الثاني في أي لحظة. مالكوم، سيرجي، كنو، مالكوم، سالم، وبعد ذلك تغيير اللعب، روعة كبيرة، جميلة 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 جميلة، ولا زالت خطيرة، هلالية قوية في وسمينا، يا إلهي ما هذا الأداء. كرة تصل بعد ذلك لكريستيانو، غريب لكن التغطية من جانبي علي البيهي، رمية جانبية، رمية جانبية لعلي البيهي، مناوشات مع كريستيانو، وحان وقت العقلاء أن يتدخلوا لإيقاف هذا التوتر الكبير في الملعب بين لاعبي الفريقين. حاول رونالدو بقتاليته المعتادة الوصول إلى الكرة، حاول علي البيهي منع من ذلك، ثم بعد ذلك مناوشات كبيرة بين اللاعبين، وهنا الجماهير الحاضرة في استاد محمد بن زايد لمساندة الفريقين للاستمتاع بأجواء هذه المباراة. أكيد أنها استمتعت بهذا اللقاء. شوف اللقطة اللي كانت بين رونالدو، رونالدو أخذ البطاقة الحمراء، البطاقة الحمراء لكريستيانو رونالدو، البطاقة الحمراء لكريستيانو رونالدو. لم يشاهد رونالدو متوتر مثل ما كان عليه الحال في الشهر الأخير، في هذا الشهر، في الشهر الأخير أو آخر شهرين مع النصر، بدأ أنه متوترا أكثر من المتوقع وأكثر من اللازم. كرة واللعب يتوقف في هذه الأثناء، حكم اللقاء أخرج البطاقة الحمراء لقائد النصر رونالدو، حكم المباراة يخرج البطاقة الحمراء لرونالدو، يترك الديربي بدون أثر حقيقي، بدون تأثير حقيقي في هذه المباراة. لا تعلم أين هي المشكلة، في لويس كاسترو أم في اللاعبين، لكن مشاكل عديدة تأثر في النصر على المستوى البدني والفني في هذا الموسم منذ فترة التوقف، لتبدأ الأمور في التعقيد على الفريق، ليجد نفسه في حرج كبير أمام جماهيره بعد الخروج من دوري أبطال آسيا، وأن بطولة الدوري أصبحت بعيدة وصعبة للغاية. ثم بعد ذلك في هذه المباراة، في هذه البطولة السوبر، قد يترك أيضا النصر، يودع هذه البطولة مبكرا. كل هذه الأشياء تأثر بالتأكيد على جماهير نصراوية، حب
أثبت أن فريقه يقدم أداء أقوى في هذا الموسم. رونالدو بشعبية هائلة مع فريقه، بالتأكيد عدم رضا على قرار حكم المباراة يترك مكانه مطرودا. لا أعلم، سنشاهد ما حدث الآن في بطولة السوبر. هذه كرة خطيرة، محاولة باتجاه عبد الرحمن غريب داخل منطقة الجزاء، لكن ريفيز ولمسة باتجاه ماني. كرة هدف لساديو ماني، هدف نصراوي في الدقيقة 99 قبل النهاية بدقيقة. شوف عبد الرحمن غريب لقد وصل متأخرا جدا جدا جدا. عبد الرحمن غريب وصل متأخرا إلى هذا الديربي، كان بجانب لويس كل شيء وانتهى كل شيء، والحكم يطلق صافرة ليعلن النهاية. الهلال يواجه الاتحاد في نهائي السوبر على كأس الدتي، في نهائي السوبر على كأس الدتي يا أبو ظبي.